يعني تقلب المواقف في الإدارة الأمريكية بين حين وآخر يعود ويخضع إلى معايير المصلحة السياسية والمصلحة الأمنية والمصلحة أيضا الاستراتيجية مع الاحتلال الإسرائيلي. يعني كيف يعني لا يمكن أن تتغير هذه المواقف وهي ترى أن إسرائيل هي الأولوية، وليس السلام في الشرق الأوسط هو الأولوية. واضح السلام في الشرق الأوسط يجب أن يسبق المصالح الأمريكية مع إسرائيل، لأنه بدون هذا السلام لن تستمر هذه المصالح بين إسرائيل وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف تدفع الولايات المتحدة الأمريكية ثمنا باهظا في محاولة الحفاظ على الأمن الإسرائيلي. اليوم الناظر في السياسة الأمريكية يرى أن حزب الله اليوم أصبح قوة عسكرية محترفة. يعني في السنوات الخالية والماضية كان حزب الله عن يعني تنظيمات، وأنا كذلك عبارة عن محاولة مقاومة، محاولة يعني مشاغلة وصد الهجمات التي كانت تنطلق من جنوب لبنان إلى القوات الإسرائيلية المتمركزة في الجليل الأعلى، والتي تحاول الدخول للأراضي اللبنانية. اليوم هناك قوة لا يستهان بها في قطاع غزة، وهذا الآن ما يقلق الأمريكان. الأمريكان الآن لديهم مجموعة من الجنود من نخبة الدلتا، هم في يد المقاومة الذين تم أسرهم الأسبوع الماضي، والذي لم تعلق عليه الولايات المتحدة حتى الآن. والولايات المتحدة شاركت حسب التقارير التي وصلت، وهذا يتضح من خلال أيضا الملابس العسكرية للقوات الأمريكية في موضوع إنقاذ الرهائن أو محاولة يعني أخذ الرهائن أو الذين كانوا في الأسر في قطاع غزة من منزل متفرقين في مخيم النصيرات. الحقيقة ثمن هذا كان ما يقارب أكثر من 200 شهيد فلسطيني. يعني هذه حقيقة عبث في الأرواح، وعبث أيضا بالإنسانية، وهو عبث حقيقة بكل المعايير، سواء من قبل الولايات المتحدة أو من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي يعني يفتك ويدمر كل ما يمكن أن يدمره أمامه، خاصة وأن القطاع الذي تدمر نهائيا. اليوم أنا في نظري أن الولايات المتحدة تواجه تحديات وصعوبات، ولن تستطيع تحقيق الأمن والاستقرار من خلال التلويح لليمين بانفصالهم عن القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة، هذا من الصعب. الأمر الآخر، هناك الآن ارتياح عربي من ما تفعله أيضا يعني صنعاء من ضرب هذه البوارج والسفن، سواء كان في البحر الأحمر أو في بحر العرب، وبالتالي هذا يرفع الحرج عن بعض الزعماء العرب الذين أمام شعوبهم الذين لم يستطيعوا تحريك دبابة في مواجهة يعني تجاوزات الاحتلال وفي مواجهة الذبح الذي يتم يوميا للأشقاء في غزة. حقيقة هناك الآن أوراق متداخلة، والأوراق المتداخلة أصبحت الولايات المتحدة الآن تهدد في عملية أن السلام في اليمن لن يمر إلا من خلال وقف العمليات. الصمت في صنعاء ووقف العمليات هذه في البحر الأحمر، لكن يبدو أن هذه الضربات مؤثرة وموجعة، نعم وأنا أعتقد أن هناك ورقة ضغط يجب على العرب أن يستغلوها عبر صنعاء. واضح.